كل المسلم على المسلم حرام. الأصل أننا لا نتعدى على المسلم لا بالقتل. نعم. ولا بأخذ المال، ولا بأن تذكر أخاك بما يكره. نعم. فلو تعدى إنسان على آخر بأخذ مال أو ضرب أو قتل، نرفع هذا الأمر إلى السلطان، إلى ولي الأمر. الدين الإسلامي نظم التعامل بين الإنسان وغيره. حتى غير المسلمين لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال، لأننا بيننا وبينهم عهد، لابد نفي لهم بهذا العهد.